رح نشرح هلأ البروبلم اللي هي 43 موجودة في chapter 6 من فلدان روسو. عندنا dry gas containing 10% NH3 by volume is contacted with water at 10 degrees Celsius and 1 atmosphere in a single stage bubble contactor. The effluent liquid and gas streams may be considered to be in equilibrium with each other. A small slip stream taken from the effluent liquid is fed to a continuous densitometer, which indicates that the liquid density is 0.9534 gram per milliliter. كثير فيهم معلومات مهم انتبهوا عليهم. أول إشي حكى لي الغاز containing 10% by volume. نتذكر إحنا لما تكون على حرارة حوالين على pressure حوالين 1 atmosphere حرارة أعلى من 0 degrees Celsius I can assume الغاز عبارة عن ideal gas وبالتالي قلنا for ideal gas الـ percent by volume هي نفس الـ percent by mole فلاحظوا لما رسمنا تحت الـ flow chart حطينا إنه هون mole fractions للـ NH3 وهون لاحظوا الـ dry gas هيها موجودة فيها الـ NH3 0.1 مول بير مول فافترضنا دايركتلي انه بما انه عم نحكي عن غاز ب بكونديشنز بقدر اتعامل معها كايديال غاز فقلنا البرسنت باي فوليوم دايركتلي هي البرسنت باي مول او المول برسنت هذا از كونتاكتد وذ ووتر فعندي الغاز ستريم ان كونتاكت وذ ليكويد ووتر فبالتالي عندنا لما رسمنا الفلو شيت حطينا هاي الغاز وهي الليكويد الليكويد ووتر وحددنا التمبريتشر والبريشر اللي هي 10 degrees Celsius 1 atmosphere in a single stage bubble contactor اللي هو بسميناه هون absorber. The effluent liquid طالعين الافلوينت اللي طالع الليكويد والغاز ستريمز may be considered to be in equilibrium طبعا اذا احنا مش معتبرينهم in equilibrium انا ما بقدر اني اشتغل عليهم ولا استخدم راولز لو ولا هنريز لو ولا اي من هدول الاكويليبريم ريليشنز. A small slip of stream taken from the effluent liquid فاحنا هاي الغاز اللي هو اعطيناه ليبل N2 وحطينا فيه المول فراكشنز للـ NH3 والـ H2O والـ الغاز اللي احنا ما بنعرف شو مكونات ثانيه بس ما بهمني لانه عندنا NH3 والباقي اشياء ثانيه نون كوندنسبل في الغالب فبالتالي عندي مول فراكشن الها ان جنرال بسميها YG وبعدين الليكويد اللي هو N3 مكون من H2O واخذ معه NH3 وقال لي انه density له 0.9534 فاللي بحكي لي using tabulated data from Perry's Chemical Engineer's Handbook بهاي البيج بهذا التيبل بهدول البيج رينجز estimate the percentage of the ammonia in the feed that is removed in the contactor يعني احنا الهدف من هاي العمليه اني اسحب الـ NH3 الموجوده هون احطها في الليكويد واخفف كميتها من الغاز فيز فهو بده يقول لي انه نستخدم معلومات موجوده من بيريز هاند بوك اشوف قديش البرسنتج من الامونيا اللي كانت في الفيد اللي راحت مع الليكويد في الافلونت هون فطبعا انا هلا بدي اروح اشوف ايش في موجود في بيريز هاند بوك بهدول البيجز فبالتالي هون رح نلاقي انه في عندنا بعض المعلومات في بيج 299 بقول لي انه عند هاي التمبرتشر الدنسيتي بتساوي 0.9534 زي ما اعطاني اياها وبالتالي بقدر اطلع من هذه الدنسيتي قديش جرام NH3 بير جرام سولوشن لما اطلع المليليتر هاي احولها لجرام عن طريق اني اضرب في الدنسيتي تبعت الليكويد لانه عباره عن غالبا حيكون معظم الليكويد فحيطلع بالاخر عندي ال NH3 الماس فراكشن 0.112 هاي المعلومه اخذناها من عفوا من بيريز هاند بوك اذا من بيريز هاند بوك لما الاقي بهاي التيبل اللي عند هاي التمبريتشر وهاي الدنسيتي اللي اعطاني اياها رح يكون عندي ماس فراكشن لا الـ NH3 في السولوشن هي 0.12 طب لأن طلعنا الماس فراكشن بدأت أحولها ل مول فراكشن عن طريق إني أضرب أقسم على المولكيولر ويت تبعت الـ شو اسمه؟ مصطفى محمد الـ NH3 وإذا أخذنا بيسز يعني مثلا 100 جرام من هذا السولوشن فحيكون عندي 12 جرام منهم NH3 و 88 جرام منهم H2O فبقسم على المولكيولر ويت للـ NH3 وبقسم على المولكيولر ويت للووتر بيطلع معي انه كم مول من الـ NH3 وكم مول من الـ water فبالتالي بجمعهم بقسم كل واحد على الـ total
بنحول هاي الماس فراكشن لمول فراكشن، بيطلع معي 0.126 مول NH3 و 0.874 مول من ال H2O موجودة في هذا الليكويد. فهي طلعنا أول شيء المول فراكشنز لهذا الستريم من البيريز هاندبوك. هلا عشان اطلع احنا المطلوب اللي هو قديش قديش البرسنتج اوف امونيا اند ذا فيد ذات از ريموفد ان ذا كونتاكتر، يعني بدي اطلع الاكس اي في الان 3 على ال 0.1 في ال 100. فرضنا هون البيسز عندي 100 مول من الفيد، فانا المطلوب مني اطلع اكس اي في الان 3 على 0.1 في ال 100 ضرب 100%. الاكس اي عرفناها، ضل عندي اعرف قديش الان 3. فعشان اعرف الان 3 بدي اشوف الكومبوزيشن تبعت الليكويد في الفيبر فيز. فهون احنا بنستخدم الاكوليبريم ريليشنز بين الغاز فيز والليكويد فيز. فبدي اروح اول شيء على بيريز هاند بوك اطلع عند ال 50 دجري فهرنهايت او 10 دجري سلسيوس اللي عندنا اياه السيستم ماشي عليها، بدي اطلع البارشل بريشرز لل NH3 وال H2O في عندي بهذا السيستم. فعندي من بيريز هاند بوك بيعطيني ان البارشل بريشر للسيستم بهاي الطريقه موجود، بيكون عندي 1.21 psi absolute، والبارشل بريشر للووتر 0.155 psi absolute، وحكى لي ان التوتال بريشر بتساوي 1 اتموسفير، يعني لما احولها للبي اس اي بتصير 14.7. وبالتالي بدي اطلع منها المول فراكشن للامونيا 0.0823، المول فراكشن للووتر 0.015، والمول فراكشن اللان كوندنسبل غاز اللي هي 1 ناقص المول فراكشن زي الامونيا والووتر. فبالتالي 1.21 على 14.7 اللي هم البارشل بريشر على التوتال بريشر، ولكل واحد فيهم طلعنا منهم مول فراكشن وطرحناهم من الواحد عشان طلع المول فراكشن للغازز. فبالتالي هلا اذا اجي اعمل الغاز بالانس اللي هو لان كوندنسبل غاز، حيكون عندي اللي هي 0.9% حتساوي الواي جي في الان 2. فمنها بقدر اطلع الان 2، ومن التوتال بالانس بقدر اطلع ال ان ال ان 3 اذا قلت ال 100 زائد ان 1 تساوي ال ان 2 زائد ان 3. فاحنا سممنا على فلال ان 1 ولا ان 3. فبالتالي هون بقدر اعمل كمان كميه من يعني بالانس على ال ان اتش 3 عشان اعرف قديش في كميه ابزورب. فاحنا بنحكي انه ال 100 في ال 0.1 ناقص ال 0.992 في ال 0.0823 اللي هي طلعت عندي في الغاز فيز، بقدر اطلع كميه اللي طلعت عندنا في الليكويد فيز. فهلا الليكويد فيز على الفيد بطلع معنا النسبه هي 18.4%، يعني 18.4% من الامونيا اللي دخلت عندي على الابزوربر طلعت مع الووتر. اوكي، فهي هاي كلها معلومات مبنيه على داتا طلعناها من بيريز هاند بوك. بيريز هاند بوك يعني كتير بكون يوسفول في هيك حالات. طبعا في الامتحان احنا ما يعني ما بنتوقع منكم تروحوا تجيبوا هاي معلومات من بيريز هاند بوك، لكن جدا مهم انه كل واحد فيكم يقدر ان يطلع هاي المعلومات على وقت زبونك عنده وقت فاضي او يعني وقت طويل، يقدر انه يستخدم البريز هاند بوك لانه مرجع كثير كثير مهم بالنسبه لنا، ويقدر يطلع منه كل هدول المعلومات. يعني بيعطيني في الغالب بارشل بريشرز لهدول الكومبوننتس حسب السيستم اللي عندي. اذا حددت له التمبريتشر والمول فراكشن مثلا زي هون للليكويد فيز، بيعطيني البارشل بريشرز للكومبوننتس الموجوده عندي في الغاز فيز، وبقدر اكمل فيها باقي الحسابات اللي عندنا.